aujourd'hui de vous rencontrer, c'est que je n'arrête pas de me poser la question, parce que j'ai beaucoup de gens qui me le disent. Est-ce que si aujourd'hui, à 25 ans, ou à 26 ans, ou à 27 ans, si aujourd'hui tu devais créer dans ton entreprise, est-ce que tu le ferais ou pas? Et je ne sais pas. Les start-up. Hadi 20 ans. انا براسي كنت اون ستارت اب دوك النهار اللي ليكيب ديالنا اقترحوا علينا باش نجيو نتلاقاو بلي جون ستارت اوبر بيان سور ما كانش يمكن ليا نقول لا وبالعكس بالعكس علاش حيت اليوم هذا لو بروغرام ديال ليبيري لونتربريز سي با اونيكمون الشركات الكبار او لي غراند بي ام او سي اوسي لا بيتيت انتربريز الا بغينا ليكونومي ديالنا هاد البلاد ديالنا يبقى تزيد ويتقبل ويتديفلوبا مزيان من ناحيه ليكونومي ديالو خص لي زونتربرونور اي لي زونتربرونور سي اوسي لي ستارت اب وخصنا نشجعوا لي جون خصنا نشجعوا لي جون سا سي كيك شوز دو تري امبورطون حيت اليوم شحال ديال لي جون باغيين يديروا الشركه ديالهم او مقاوله صغيره مي خايفين متخوفين بزاف متخوفين تيقول لك خصني الفلوس يمكن البنكة ما غاديش تعطيني الكريدي يمكن ما غاديش عندي الفينانسمون يمكن الضرائب يمكن شحال من حاجة او حنا بغينا نشجعوا لي جون حيت لافنيغ ديال البلاد ديالنا هما لي جون اي لي جون خصهم يكونوا انتربرونور اي سي بور سا عندنا لي ستارت اب مهمين بزاف وان شاء الله في البروغرام ديالنا عندنا بعض المسائل اللي غادي نطرحهم بوغ لي جون نظرك شنو هما النقاط اللي خصكم تعالجوهم في البدايه في بداية pour les jeunes, pour les startups أو pour الشركات؟ لا, pour les jeunes. Pour les jeunes. La première chose, أول حاجة, بزاف ديال لي جون باغيين يديروا المقاولة ديالهم في هادشي ديال لي نوفال تكنولوجي في ليكونومي نوميريك. سي نورمال, سي لا جونيس. سي كيما تنقولوا لا جينيراسيون Y. دونك خص أن كادر ريغلومونتير. خص أن كادر ريغلومونتير. حيت دابا لا كاركتيريستيك ديال لي جون Ce sont de nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, ils n'existent même pas encore. Donc, il y a un cadre réglementaire qui a les jeunes, ils ont fait les nouveaux métiers, ils ont dit, ah non, justement, les anciens métiers, ou le commerce, ou le service, ou l'industrie. مي هاد ليكونومي نوميريك جديده وهاد لي جون وهاد لي ستارت اب خصنا نعاونوهم دونك خصنا نعترفوا بهم دونك من اول المسائل بغينا نشغلوا في هاد المسائل ديال لو كاد ريغلومونتير في هاد لا نوفيل ايكونومي ان شاء الله سيدي حنا دايرين غير النيه النيه ولا كونفيكسيون اي افون افون مي اوني كونفانكيو والحمد لله كاين بزاف 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 ديال الناس aussi bien des grandes entreprises que des petites entreprises et des PME اللي كي nous soutiennent حيت ils sont convaincus que la CGM c'est une histoire de chef d'entreprise et d'entrepreneur donc la CGM تكون portée par deux candidats qui sont des entrepreneurs قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا